أظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلمة تمكنت من إنقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في حائل إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية عبر منصة مدرستي. المعلمة لاحظت من الكاميرا التي فتحتها الطالبة أثناء تلقي الدروس لصا يحاول فتح نافذة منزل الطفلة مستغلا غياب والدتها. يا رهب رهب حبيبتي رهب افتحي المايك يا رهب لا تسكرينه افتحي لا تسكرينه ابد وش في الجبال جايين شوفوا عند الباب جايين